مشاهدينا، للوقوف عند الملف الاقتصادي الذي يوليه النخب الأمريكي أهمية قصوى وكذلك العالم بأسره، وترامب ونائبه شددا عليه أيضا. ينضم إلي من مسقط دكتور باسم حشاد، استشاري الدولي في الأمم المتحدة والخبير الاقتصادي، مرحبا بك معنا. فور ظهور هذه النتائج الأولية وإعلان ترامب بشكل شخصي فوزه بهذه الانتخابات، نرى تصاعد للدولار وقفزة في البيتكوين، قراءتك للمشهد الاقتصادي إذا ما بالفعل تأكد رسميا ونهائيا فوز دونالد ترامب بهذه الانتخابات؟ اهلا وسهلا ومرحبا استاذه شهيندا، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين والمتابعين، وشكرا للاستضافه. اظن تاثير مباشر وواضح وقوي، وكان متوقعا فور اعلان فوز ترامب، انه الراجل منهجه بوضوح شديد ان ليتس ميك امريكا جريت اجين، وبالتالي دولار اقوى واقتصاد اقوى وحجم من الصادرات والتحكم في مصادر القوة أكثر وحجم أكبر من الإنتاج المحلي والتركيز على المحتوى المحلي تحديدا في الاقتصاد الأمريكي، وكل هذه الأمور تدفع بالاتجاه الإيجابي نحو رفع قيمة الدولار والحفاظ على قوته، وبالتالي التأثير المباشر على الشركاء التجاريين على حسب موقع كل شريك تجاري. لا أرى عجبا في ذلك، ولكن أراه متسقا مع المشهد العام ومتسق مع فلسفة والوعود كمان اللي قطعها على نفسه دونالد ترامب قبل أو أثناء حملته الانتخابية، واللي كانت مرتكزة على 5 محاور أساسية. أحد أهم هذه المحاور هو ما يسمى بتقليل التنظيمات الحكومية ووجود قدر من القيود التنظيمية الأقل على القطاعات الاقتصادية المختلفة، تسهيل الأعمال التجارية، تشجيع النمو الاقتصادي، كل هذه الأمور تدفع باتجاه اقتصاد أقوى ولا شك. هل من مخاطر يعني ترافق كل هذه الوعود التي تقدم بها ترامب؟ لأي مدى قادر على إصلاح ما أفسدته الإدارة السابقة، إذا في حال مجددا نقول بالفعل كان هو الرئيس 47 للولايات المتحدة الأمريكية؟ في تقدير الخاص، ربما تكون الحزبة الاقتصادية الخاصة بإدارة الجمهوريين على رأسها ترامب، ربما الريسك أو الملمح الخطر الوحيد في فكرة زيادة الرسوم الجمركية، لانه ترامب طول فتره تجوله في حملاته الانتخابيه يعني كان بيتكلم عن فرض رسوم جمركيه بشكل شامل وبشكل مكثف وبشكل عام على كل الخطوط الجمركيه الوارده للولايات المتحده الامريكيه، 10% على جميع الواردات مثلا، ده واحد من الوعود الانتخابيه اللي قطعها على نفسه، زياده تصل ل 60% على السلع الصينيه تحديدا، وبالتالي زياده العوائق الدخول للمنتج الصيني داخل الاسواق الامريكيه، ناهيك عن البعد الثاني المرتبط بالسيارات الكهربائيه والسيارات، صناعه السيارات بشكل عام المصنعه خارج الولايات المتحده الامريكيه، والسيارات الكهربائيه في القلب منها، وكان بيتكلم عن 100% حجم او متوقع زياده جمركيه او زياده في الرسوم الجمركيه تصل ل 100% على كل السيارات المصنعه خارج الولايات المتحده الامريكيه. هذا الشكل كما يبدو انه حمائيه تجاريه تهدف لحمايه المنتج الامريكي والمنتج الامريكي والمصنع الامريكي، لانها على الجانب الاخر كمان بتزيد جدا من التكلفه، وبالتالي بتاثر على معدلات التضخم، ومن ثم بتؤثر على المستهلك الامريكي. الحسابات بقى هتتم ازاي وازاي يقدر يوفق ما بين الامرين، ده اللي هنشوفه في الايام القادمه. هل يمكن ان يخفق الملياردير المخضرم الامريكي دونالد ترامب ويدخل بالفعل البلد في حاله من الركود والتضخم؟ انا اعتقد انه لن نرى ركودا تضخميا بقدر ما نرى تضخما خاصا نتيجه لرفع الرسوم الجمركيه ونتيجه لزياده الحمائيه التجاريه، وده منطق طبيعي جدا. لما بزود الرسوم الجمركيه فالسلع المستورده طبيعه الحال بيزيد سعرها، وبالتالي تكلفتها وتكلفه شرائها على المستهلك الامريكي بتكون اكبر. التحدي فين الحقيقي؟ ان اله الانتاج الامريكيه تكون قادره على استبدال او احلال محل الواردات، احلال المنتج الامريكي محل الواردات اللي اسعارها ارتفعت فيتم التغلب على التضخم، انما في الفتره الاولى واظن 4 سنين غير كافيه لتفعيل ذلك بشكل يعني، الا اذا كانت اله الانتاج قويه للغايه وقادره على استبدال كل المنتجات او كل الواردات اللي هيتم رفع اسعار الجمركيه عليها او رفع الضرائب الجمركيه عليها، وده منطق يعني ربما ما حدش يقدر يستنتجه الا لما نشوفه على ارض الواقع. هو حتى مع كونه مخضرم هو لديه طموح في انه يسيطر على الاسواق ويسيطر على ماكينه الانتاج بشكل قوي، وبالتالي يتحكم في التضخم، انما التجارب السابقه كلها كانت بتثبت العكس، التجارب السابقه كلها كانت بتقول لا، انه السوق دائما ما يكون اقوى من التنظيمات وكلمته هي اللي بتفرض في النهايه.
قبل الحديث أكثر عن الاقتصاد الأمريكي وكيف سيتأثر، كيف ستؤثر الانتخابات نتائجها كذلك في حال فوز ترامب من عدمه على أسعار النفط، على أوبيك بلس، على دعنا نقول الشرق الأوسط واقتصادات المنطقة بشكل عام؟ مبدئيا ولو حضرتك تابعت، انا واثق انك تابعتي كلمته في خضم نعم. كلماته اشار لمجموعه من الحقائق في غايه الاهميه على راسه فيما يتعلق تحديدا بموضوع الطاقه، وقال بالحرف الواحد، يعني انا استعيد بين قوسين ما قاله، اننا اقوى من الصين، اقوى من الاتحاد الاوروبي، اقوى اقتصاد في العالم، لدينا من الطاقه ومصادر الطاقه والبترول تحديدا وإنتاج اكثر النفط من صحيح. المملكه العربيه السعوديه واكثر من الصين. نعم. وبالتالي هو يشير بوضوح ان لديه قدره على السيطره على موضوع الطاقه، لانه واحد من اهم عناصر الكوست شيت، اهم عناصر تكاليف الانتاج لدى المنتج والمصنع الامريكي، وحتى المستهلك الامريكي العادي اللي بيستهلك البنزين والجازولين والديزل في حياته اليوميه. وبالتالي الموضوع ده شائك للغايه ويحتاج للتطمينات. عشان كده في سياق كلمه الفوز او كلمه اعلان الفوز أشار إليها بوضوح شديد أن لديه خطة لذلك، وأنه يستطيع أن يسيطر على القرارات داخل أوبك وأوبك بلس، وأنه يستطيع توجيه أسواق الطاقة بما يخدم الاقتصاد الأمريكي، أو هكذا فهم كلامه. ده في الجزء وانعكاسات ذلك الأول. الجزء إيجابية الثاني، علينا في المنطقة؟ احنا مش هقول لك بقى استاذ، يعني للاسف الشديد يعني الايجابيه تقع فقط كما يراه الامريكان. يعني انا لا ارى ايجابيه في الموضوع الا باستثناء انه فتره يمكن الاستفاده فيها بمزيد من التجاره، مزيد من التدفقات التجاريه، مزيد من التعايش الاقتصادي، باعتبار احنا بنتكلم عن بيزنس مان. يعني بيزنس مان بيحسبها واحد بواحد بيساوي اثنين، وحساباته كلها تتعلق بالربح والخساره، وبالتالي ربما نشهد نموا تجاريا ونشهد تدفقات تجاريه وحجم اكبر من الانتاج والتصنيع، والمصالح المشتركه اللي كان بيتكلم عنها الضيف قبل مداخلتي مباشره بتشير لده بوضوح. وانا اؤكد على هذا الكلام، وارى انه واحد من اهم المصالح الخليجيه الامريكيه المشتركه هو زياده حجم التبادلات التجاريه، انما التحدي السياسي والتحدي الامني والتحدي العسكري والتحدي الجاي السياسي اللي على الارض الان ربما يحول دون تحقق ذلك الا اذا كان عنده خلطه او عنده طريقه ما يقدر يتغلب بها على هذه المعوقات الجيوسياسيه. شكرا جزيلا لك على كافة هذه المعلومات دكتور باسم حشاد، كنت معنا من مسقط الاستشاري الدولي في الأمم المتحدة والخبير الاقتصادي، شكرا لك.